بعد الصلاة تجد بعض المأمومين يرفع يده مباشرة يدعو الله عز وجل، نقول هذا الأمر لا يجوز. لماذا؟ أولا لأن بعد الصلاة موضع ذكر وليس موضع دعاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يده بعد الصلاة ويدعو الله عز وجل. لذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا العمل يصدق عليه أنه بدعة.